مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، بنرحب بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم برا الأهلي. برنامج برا الأهلي برنامج استثنائي إن شاء الله هيكون معانا، وهيكونوا معانا إن شاء الله في شهر رمضان الكريم. هيكون معانا نجوم كتير جدا من خارج النادي الأهلي، ونجوم أيضا ارتدوا قميص النادي الأهلي ولكن في زمن فات. نجمنا النهاردة نجم من نجوم الجيل الذهبي، نجم من نجوم يعني زي ما بنقول جيل مانويل جوزيه، الجيل اللي فرحنا كتير جدا، الجيل اللي يمكن اول شفنا على ايده اول برونزيه في كاس العالم للانديه، ذكريات كتير جدا مع جيل مانويل جوزيه. معانا طبعا كابتن وائل رياض والشهير طبعا بشيتوس. وائل رياض ولا شيتوس؟ الاثنين. انهي الاول؟ الاول. بقول لك ازيك يا نورهان، وطبعا بقول لكل الشعب المصري والاهلاويه كلهم، اهلاويه وزملكاويه وكل فئات الشعب، كل سنه وهم طيبين طبعا بحلول شهر رمضان. وان شاء الله ابقى اضيف خفيف كده على قناه النادي الاهلي اللي دايما بتمتعنا ودايما بتبرز يعني اللعيبه اللي لعبت في النادي واللي ادت للنادي واللي عصرت يعني فترات كبيره في النادي. ده المقدمه اللي حبيت ابدا بيها. ببارك لك طبعا على البرنامج، ربنا يوفقك ان شاء الله ويبقى برنامج ناجح. والرياضه اللي شيتوس الاثنين، يعني لما حد بيقول لي وائل رياض ببص، لما حد بيناديني يا شيتوس ببص الاثنين يعني.